بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الوحدة الثانية من وحدات كتاب ماي فريند. الوحدة الأولى الحمد لله نزلناها كاملة، أتمنى إنك تذاكر ورايا أول بأول. كوننا بنحل في فاينل ريفيجن أو بنراجع، فمفيش ملحوظة هنعديها. عايزك كده تقلق على مستقبلك وتذاكر بضمير علشان ربنا يكرمك. أول سؤال معانا بيقول لك: The movie has won a number of nods. It was very successful. successful دي يا عم الحاج عبارة عن adjective. على فكرة كان ممكن نقول it was very successful أو it was a success، وكده بنفس المعنى، إن هو معناهم إن الكتاب ده كان الفيلم كان ناجح. movie ده اللي هو زي الفيلم كده بالظبط. طيب أول حاجة كده mentor اللي هو المستشارين، awards المكافآت أو الجوائز الرسمية يعني، inwards للأمام زي كلمة للداخل سوري للداخل، وفي forward للأمام، cowards اللي هم الجبناء جمع كلمة جبان. طيب الفيلم ده فاز بعدد من الأوردز اللي هو الجوائز الرسمية يعني، علشان كده هو كان أو لأنه كان ناجحا. العلامة دي احنا بنحطها كده امتى؟ لما يكون في رابط واتحذف، علشان كده كان في كلمة because هنا وحذفناها، أو تفسيرا يعني احنا بنستخدم العلامة دي لما نيجي نعمل explanation يعني شرح لشيء آخر. اينشتاين was awarded يعني منح the Nobel Prize، جائزة نوبل. لاحظ ان الترقيم بتاع the Nobel Prize capital عشان ده اسم بني آدم واسم جائزة رسمية. for his nod to quantum theory. theory دي معناها نظرية، ولو قلنا ان theory يبقى نظريا، ولو قلنا theoretical دي بتسويها برضو معناها نظريا او theoretically، يبقى نظريا theoretically اخرها ال y. طيب على سبيل المثال الراجل بيقول لك نظريا الانسان ممكن يسافر للقمر، فتروح قايل in theory وتعمل كما كده man can travel to space، او theoretically وتعمل كما، وده لما نعمله اسمه ظرف جملة. طيب المهم يا عم الحاج، الراجل بيقول لك اينشتاين منح جائزه نوبل للايه في مجال الكوانتم. تعال نشوف كلمه كونتامينيشن دي معناها التلوث، ومنها كونتامينيتد معناها ملوث، يبقى دي معناها التلوث، ده رقم واحد. طيب منها كونتامينيتد معناها ملوث زي بلوشن بالظبط. كونتريبيوشن مساهمه واكيد الاجابه. ديترمينيشن الاصرار، اوعى تنسى بتساوي كلمه بريزيفيرنس او بتساوي كلمه ويل اللي معناها اراده او عزيمه واصرار. وفاسيليتيشن دي اللي هي التسهيل. فالجملة بقى على بعضها كده سياقا يعني متصل، اينشتاين منح جائزة نوبل لإسهاماته، contribution إسهاماته في مجال الكوانتم ده. his work عمله not greatly بشكل كبير to our knowledge. knowledge اللي هي المعرفة، ودي اسم لا يعد، لكن لما نجيب معها صفة بنستخدم a. فبقول لك مثلا a wide knowledge، مع ان knowledge اسم لا يعد بس بناخد معها a لما يكون قبلها صفة. of the disease اللي هو المرض and how to treat it وكيفية علاجه. ما تنساش وانت بتذاكر كده زي الشاطر ان كلمة treat يعني يعالج. اكتب ورايا ريت، treat the verb بمعنى يعالج وكمان بمعنى يعامل. الاسم منها اسمه treatment. treatment ده النون اللي معناها علاج ومعناها برضو معاملة، لكن كلمة cure يا عم الحاج the verb بمعنى يعالج وكناون نفس الكلمة بمعنى علاج. we are searching for cure أو مثلا you should cure your hand مثلا. أمال كلمة heal، heal دي معناها يلتئم. يعني إيه يلتئم؟ يعني يخف أو يطيب. يعني على سبيل المثال لما أقول لك the cut in my hand، in my hand الجرح الذي في يداي began to not، يا ترى هنا هنقول treat ولا هنقول cure ولا هنقول heal؟ انت بالعربي كده قلت لي الجرح الذي في يدي بدا يلتئم، ويلتئم يبقى هيل. طيب ارجع بقى لجملتك كده عشان احنا سرحنا بعيد شويه، عشان بس ده كلام مهم عايزك تركز فيه. الراجل بيقول لك ايه يا عم؟ his work not greatly، ان اعماله ايه بشكل كبير لمعرفتنا بالامراض وكيفيه علاجها. communicate يعني communicated معناها توصل ومعناها يوصل او ينقل، هنقف لها وقفه دلوقتي. dominate يعني يسيطر، اليك دي بتساوي كلمه claim اللي معناها يدعي، وcontributed يعني ساهم، والجملة على بعضها أن عمله ساهم بشكل كبير في معرفتنا بكيفية علاج المرض. احنا بنراجع صح، وانت اكيد متفهم الموضوع ده، عايزك تفهم عشان موضوع القطعة بيجي في حاجات زي كده. كلمة communicate دي معناها يتواصل. طب لو جبنا بعدها communicate with يتواصل مع، طيب communicate برضو معناها ينقل فكرة، ممكن ينقل فكرة او ينقل مرض. على سبيل المثال ممكن اقول لك flies اللي هي الذباب يعني can communicate، يعني الذباب ممكن ينقل مثلا covid 19 مثلا، على سبيل المثال يعني بينقل الكورونا، ده رقم واحد. طب امال ايه كلمة contact؟
كونتاكت دي معناها يتصل بشخص، يتصل بشخص. على سبيل المثال اقول لك if you need help، لو انت محتاج مساعده كونتاكت مي، اتصل بيا بس انت مالكش دعوه، هتلاقيني بكنسل عليك. طيب احنا كده اتفقنا ان كلمه contributed معناها ساهم. بقول لك for years، لسنوات عديده. he has fought، fight يعني يقاتل، fought against a and racial hatred، والكراهيه العنصريه، لسنوات طويله كان بيقاتل ضد الجاستس العداله، ولا فيرنس العداله، ولا بريجيدس اللي هو التحيز اللي هو اخو بايس، والاوبجكتيفيتي الموضوعيه، لا اكيد بريجيدس. طيب most employers، معظم employers اللي هم اصحاب الشركات، وهنا عايزين نقف وقفه سريعه، يعني هقف وقفات كتير بس هكون سريع ما تقلقش. كلمه employee دي لها معاني، اولا معناها يوظف شخص في مكان، هنا في الحاله دي هتساوي كلمه hire، تمام. الحاجه الثانيه ممكن نستخدمها بمعنى يوظف اسلوب او طريقه، في الحته دي كده هتساوي كلمه use او implement، او ممكن نستخدم كمان apply. على سبيل المثال our company began to employ technology، use technology، implement technology، apply technology. طيب ارجع بقى للجمله الحته الثانيه، كلمه employer، employer ده اللي هو صاحب العمل اللي احنا بنشتغل عنده يعني، او مكان التوظيف اللي احنا بنشتغل فيه. على سبيل المثال اقول لك ان الشركه دي is the best employer in Egypt، افضل مكان توظيف في مصر، او our employer is a kind man، الراجل ده we work for him، work for يعني يعمل لدى، شغالين عنده يعني. طب employee اللي اخرها 2 ايه ده، اللي هي another word for worker، يعني كلمه بمعنى worker اللي هو عامل، والworker ده you work with، يعني ايه work with؟ بتشتغل معاه. يعني على سبيل المثال احمد وحسام بيشتغلوا هما الاثنين في شركه اسمها شركه الامل، فشركه الامل دي بنسميها الامبلوير اللي هي مكان التوظيف، لكن احمد وحسام دول بنسميهم امبلوي يعني وركرز، يعني ايه؟ عمال. فعشان كده احنا لما نيجي نعبر عن الحوار ده بنقول لك احمد وركس ويز حسام، بيشتغل هو وحسام عشان هما زملاء في العمل يعني، فور ونجيب اسم الشركه بعدها. طيب ارجع بقى تاني كده معلش ما ننساش، طيب معلش معذره في حته نسيت اقول لك عليها، كلمه employment، employment، employment دي ناون بمعنى التوظيف، وبرده ناون بمعنى وظيفه، بس خد بالك بمعنى وظيفه هي اسم لا يعد، يعني بتساوي كلمه a job. على سبيل المثال لما اقول لك مثلا حد معين مثلا traveled abroad and found not، يا ترى هنا هنقول employment ولا هنقول job وظيفه؟ اكيد انت عارف انك مش هينفع تاخد job لان هي اسمها a job، اذا هناخد employment بس. طيب بقول لك most employees، معظم الموظفين اليومين دول seek highly، بيسعوا الى highly ايه employees، معظم الموظفين اصحاب الشركات بيرغبوا في الوصول الى العمال highly qualified، يعني ايه؟ العمال عالي او ذات المؤهل العالي، يعني عالي التأهيل يعني. طيب احنا ممكن نجيب صفحة فاضية كده ونكتب فيها النوتس دي احسن. طيب عايزك تعرف ان كلمة qualify من باب الشيء بالشيء يذكر، ممكن نجيب بعدها as وظيفة، ممكن نقول ان وبعدين مجال. على سبيل المثال he qualified as a doctor، يعني تأهل كطبيب، in medicine في مجال الطب. حاجة تانية عندك كلمة اسمها qualify فايد، ده معناها employable اللي نسيت اقول لك عليها في الصفحه اللي فاتت دي، معناها مؤهل للوظيفه، تمام. طيب الحاجه الثانيه عندك كلمه كواليفاي دي، لما نيجي نقول مثلا اهلي كواليفايد، يعني الاهلي ايه؟ تاهله. عايزك تعرف ان كلمه كواليفاي دي لها معنيين، معناها يؤهل ومعناها يتاهل. على سبيل المثال this course will qualify you، الكورس ده سيؤهلك، او this course will help you to qualify، يعني يساعدك لكي تتأهل. طيب وما تنساش ان في كلمه اسمها qualification، ده هي a qualification يعني ده المؤهل اللي هو الشهاده اللي سيادتك حصلت عليها. طيب كده خلاص الحته دي كده، نرجع بقى لصفحتنا اللي احنا كنا شغالين عليها ونقول احنا كده خلاص خدنا، قلنا ان الشركة دي بتسعى انها تاخد الناس الهايلي كواليفايد المؤهلين بشكل عالي. على فكرة انت ممكن تقول هايلي كواليفايد او هو بيبول هو هاف، الناس اللي هم حصلوا على هاي كواليفيكيشن، كواليفيكيشن يعني ايه بقى هاي كواليفيكيشن؟
يعني مؤهل، مؤهل عالي. خد بالك انت بتقول الذي عنده مؤهل، لكن انت بتقول هو ار الذين يكونون هايلي كواليفايد. هايلي كواليفايد معناها مؤهلون بشكل كبير. طبعا هنا ما فيش هايفن، لكن الهايفن دي موجودة. طيب عشان دي صفة مركبة، احنا لسه في صفحة في رقم 6. بقول لك something which is الشيء اللي بيكون remarkable ملحوظ. ما تيجي نعدهم كده، ممكن نقول remarkable, remarkable distinctive outstanding significant، كلهم بنفس المعنى. وانا قدامك outstanding اهي يا عم. insignificant يعني ملوش اي ستيل لازمه. wonder يعني يتجول. communicative اللي هو تواصلي. granddad was a preacher and carpenter يعني كان شغال نجار وشيخ داعيه يعني. and not to everyone in the area كان بيمثل ايه لكل الناس اللي في المكان، كان بيمثل لهم رول موديل يعني قدوه حسنه او نموذج يحتذى به. على فكره ممكن نقول رول موديل، وكان ممكن نحط مكانها ان اكزامبل. ما هو اكزامبل معناها قدوه حسنه. طيب ستيريوتايب دي اللي هي النمطيه، وتراديشن اللي هو التقليد. خد بالك التراديشن التقاليد اللي حاجه اللي كانت بنعملها زمان وما زلنا بنعملها حتى الان. طبعا مش هنترجم كل الكلمات لان في كلمات ملهاش لازمه خالص معانا. ده موفي reinforces، reinforce معناها يعزز، بتساوي كلمة boost اللي هي معناها يعزز برضو. the not of Indians يعني الفيلم ده بيعزز ايه، في على ان الهنود دول ناس هيثنز اللي هم وثنيين، and savages اللي هم الغجر او الغجر او الهمجيين يعني. فالفيلم ده بيعزز فكرة النمطية، الفكرة النمطية ان الناس الهنود دول ناس همجيين. استراتيجي اللي هي استراتيجية، وستيرل دي معناها عقيم اللي هو لا ينجب يعني، واستامنا دي اللي هي قوه التحمل، وبرضه دي مش مطلوبه منك ولا لها اي ستيل لازمه. The difference in regional house prices الاختلاف في اسعار المنازل. acts as بيمثل ايه؟ to mobility of labor لانتقال العمال. facility يعني تسهيل. obstacle يعني عقبه. detergent اللي هو مسحيق التنظيف. وminority اللي هي الاقليه. عكس الماينورتي عن الما جوريتي اللي هي الاغلبيه. وما ننساش ان ماجوريتي لها معنيين عشان هنعوزها دلوقتي، اغلبيه ومعناها برضو سن النضج. يو كانت درايف ا كار انليس يو ريتش يور ماجوريتي، مش هينفع تكون تمشي بالعربيه غير لما توصل سن النضج. فاحنا بنقول بقى الاختلاف في المنازل اللي في المكان ده، في اسعار المنازل ده بيمثل اوبستاكل عقبه للموبيليتي اوف لابور لانتقال العمال ان هم يعيشوا في المكان ده. ذا ارمي نو ذا انيميز فورسز and defeated them. اوعى تنسى كلمة defeat يعني يهزم، بتساوي كلمة ايه يا مستر؟ defeat بتساوي beat. ما تيجي نكتبهم بحد ربنا يهديه ويذاكرها. ادي كلمة defeat يا باشا، هات بس السبورة من اولها كده، ما تنساش معايا وركز. كلمة دي feat الماضي منها دي defeated، وده فعل منتظم. بتساوي كلمة ايه؟ بتساوي كلمة beat، بس خد بالك الماضي من beat هو bit، والتصريف الثالث هو اسمه beaten. عشان كده لما اقول لك اهلي has نقط زا مالك، مع ان انا كنت زملكاوي يعني ايام ما كنت بسمع كوره، بس مش مشكله الواقع بيحكم علينا. يا ترى هنقول بيت ولا دي فيتد، ولا هنا هنقول بوث يا مستر؟ لا يا مستر مش هنقول بوث. ليه يا عم؟ لان هاف وهاز عايزين بعدهم باست بارتيسيبل، الباست بارتيسيبل من بيت اسمه بيتن، يبقى انا هختار ديفيتد بس. طيب وما تنساش ان احنا قلنا الاهلي ديفيتد يعني هزم، او بيت يعني هزم، زمالك ده معناها ان زمالك lost to اهلي يعني خسر امام الاهلي. ده معناها برضو ان الاهلي ما ينفعش نقول one زمالك. خد بالك دي كده تبقى غلط غلط غلط، لكن احنا ممكن نقول اهلي one the match يعني ما فاز بالمباراة زي الفل. طب one the cup فاز بالكاس زي الفل. ما انت عارف ان كلمة win بنجيب بعدها الحاجة اللي بنفوز فيها او الحاجة اللي بنفوز بيها، احنا فزنا في المباراة بالكأس. طيب ما تنساش كمان ان كلمة gain دي اخت obtain اللي عندنا في المنهج اللي كانت في الوحدة الاولى، اخت كمان acquire. الناس دي كلها كده معناها يكتسب، بتيجي مع الحاجات المعنوية زي ما نقول مثلا gain fame gain information وهكذا. طب خد بالك احنا بنقول win مع الماني، win money يعني يفوز بالمال، بس ده كجائزة. لو واحد مثلا ماشي في الشارع اتسأل سؤال جاوب السؤال كسب 1000 جنيه، يبقى كده يقول لك اي وان ماني. امال امتى بنقول ايرن ماني؟ بنقول ايرن ماني بمعنى يكسب مال مقابل عمل، هو بيشتغل موظف بياخد 5000، دول اسمهم نقول عليه ايرن ماني. وخد بالك ان انت ممكن تقول جين
ماني برضو مع نفس القصة دي، بس جين ماني يعني يكسب مال دون جهد، اللي هو بنسميه الميراث. في مذكرة ملاحظات هتلاقيها تحت في وصف الفيديو ده، عايزك تنزلها، هتلاقيني كاتب فيها كل الكلام اللي انا بحكي لك عنه ده، وهيساعدك جدا وانت بتذاكر. طيب ارجع بقى تاني كده يا عم الحاج في جملتك. فانت بتقول لي يا عم ان الجيش ايه، جنود الاعداء وفازوا عليهم وانتصروا عليهم، يبقى ديفايد اللي هي بتساوي كلمة تشالنجد، تشالنج اللي معناها تحدى، فجيشنا تشالنج التحدى، وديفايد كواليفايد يعني تأهل او اهلى، ساتسفايد يعني ارضى، وكلاسيفايد يعني صنفه، بتساوي كلمة رانكد او كاتيجورايزد. هي از سترونجلي نوت تو تيك ريفنج اون، خد بالك الايديم ده عندنا في القصه تيك ريفنج اون معناها ينتقم من، وده موجود في مذكره الملاحظات زي ما قلت لك. هو كان ايه بشكل كبير، كان ديترمايند يعني كان عاقد العزم بشكل كبير ان هو ينتقم. مش هنترجم كل حاجه زي ما اتفقنا، بس ديليت بتساوي كلمه اومت زي ما قلنا قبل كده، بتساوي كمان ليف اوت اللي كانوا في الوحده الاولى، اوعى تنسى ان ليف لازم معاها اوت. طيب هي فوت ذا ايلنس ويز كوريج اند، حارب المرض بالشجاعة والبولينيشن ده اللي هو التلقيح في النباتات، ديترمينيشن الإصرار، كونفنشن ده معناها مؤتمر، وكوميونيكيشن التواصل. فهو فاز أو انتصر على المرض، حارب المرض وانتصر عليه بإصراره. Every citizen has to do his best to، خد بالك أنت عندك مصطلحين شكل بعض، عندك مصطلح اسمه do his best وعندك اسمه try his best، والاتنين موجودين معانا في المنهج. do لما أقول do my بيست ممكن دي نحط مكانها تراي ماي بيست، والاثنين موجودين في المنهج عند حضرتك. طيب فانت بتقول بقى ان افري سيتيزن كل مواطن لازم يبذل قصارى جهده تو نوت ايكونوميك ديبريشن اللي هو الركود الاقتصادي او الكساد الاقتصادي. نفس الكلمه دي خدناها في الوحده الاولى بس كان معناها اكتئاب، وقلت لك هتيجي تاني، جات لك تاني. طيب المهم ان المواطنين كلهم لازم يبذلوا قصارى جهدهم عشان نعمل ايه في الاقتصاد، في الكساد الاقتصادي، اوفركم يتغلب على اللي بتساوي كلمه كونكر، ريمين يعني يبقى او يظل، بتساوي ستي وبتساوي كمان كيب، فنقول ريمين كام، ستي كام، كيب كام. ساستين معناها يستديم او يستمر، ممكن تساوي كلمه كونستانت. اوبتين دي معناها يحصل على. ذا تشيلدرن وير نوت اكوردنج تو اكاديميك ابيليتي، الاطفال ايه وفقا للاكاديميك ابيليتي اللي هي القدره الاكاديميه. طيب تم تصنيفهم، اكيد لمحتها وانا فوق، رانكد يعني تم تصنيفهم. على فكره ممكن نستخدم كلاسيفايد، ممكن نستخدم كاتيجورايزد، الاثنين ينفعوا. بيهيف يتصرف، دي بتساوي اكت وكانت في الوحده الاولى. شيف يعني يحلق، يحلق دق ذقنه يعني، او كلمه ريف معناها يهزي، يهزي انك تقول كلام ملوش اي ستين لازمه. طيب 15 از زي هاف وان ذا ماتش، لانهم فازوا بالماتش. خد بالك قال لك ايه، وان ذا ماتش، الماتش هو الحاجه اللي بنفوز فيها. زي ار جوينج تو انتر ذا نيكست نوت اوف ذا تورنمنت، هيدخلوا الايه المقبل من الدوري، اكيد ذا نيكست راوند. خد بالك اوعى تلخبط راوند مع around. around دي معناها حوالي، ومعناها كمان حول، ومعناها كمان موجود. في جملة كانت في الوحدة الأولى كان بيقولك موبايلز وير نوت around in the مثلا 10th century، الموبايلات لم تكن موجودة في القرن العاشر. don't come around my house، ما تجيش حوالين بيتنا. around 7 people died، حوالي 7 أشخاص ماتوا. طيب voice معناها صوت، ومعناها يدلي بصوته. we are trying to voice in the elections، زي نظام فوت كده. ساوند معناها صوت، ومعناها سليم، ومعناها يبدو. وعلى فكره لو معناها يبدو ما تجيش اطلاقا، لا مستمر ولا مجهول. شي واز نوت فيري نوت ذا باد واي شي هاز بين تريتد، هي كانت ايه بالطريقه اللي هي تم معاملتها بيها. تشيرفول دي معناها مبتهج او فرحان او سعيد، فاكر انت؟ خلينا يلا نقول الكره كده كلها اللي كان اخذناها في الوحده 12. عندك تشير، وعندك تشيرنج، وعندك تشير فول. تشير دي فعل بمعنى يبهج، وناون بمعنى هتاف. تشيرنج دي مبهج، فبنقول تشيرنج نيوز يعني اخبار مبهجه. تشيرفول مبتهج يعني حاجه كده زي نظام كلمه هابي، سعيد او فرحان او مبتهج. فانت هنا بتقول لي هي كانت ايه بالاخبار الوحشه، اكيد كانت كروس غاضبه. ما تنساش ان كلمه كروس زي ابسيت يعني غاضب، بالظبط نفس المعاني. طيب امال ايه بقى ديلايتد؟ ديلايتد معناها مسرور او فرحان زي كلمه تشيرفول. ايفن ات ذا اند، حتى في النهايه. when cancer لما السرطان racked his body دمر جسمه يعني، he was calm and كان هادي انواع، cheerful ومبتهجا، hopeless يعني فقد الامل، vanished معناها زال، desperate معناها يائس من اليأس. I waited for an hour for the bus therefore I felt، بقولك انا استنيت لمدة ساعة لما الباص رجع، عشان كده انا كنت بصراحة impatient يعني غير صبور.
impolite يعني مش مؤدب، attentive يعني منتبه، و inaccurate يعني غير دقيق اللي كنا بنقول عليها في الوحدة الأولى synonym لكلمة misleading. من كان بيذاكر كويس أكيد فاكر. The secretary asked me، السكرتير طلب مني to wait for some more minutes، إن أستنى كم دقيقة شوية كمان يعني، and be وأن أكون patient يعني أن أكون صبورا. على فكرة كان ممكن أقول لك not to be وألا أكون cross يعني غاضب، accurate يعني دقيق، وجرامبي معناها متذمر. ما تيجي نحكي الحدوتة بتاعت جرامبي سريعا، أنا عارف إن أنت زهقت بس هقول بسرعة. جرامبي دي عبارة عن adjective معناها متذمر. طب جرامب ده النون، خد بالك قبله في جرام بي نس دي نون بس اسم لا يعد. فاحنا هنا خدنا يا باشا بيشنت اللي معناها صبور، وادخل على الجمله اللي بعدها. بس في حته هنا عايز اقول لك عليها برضو عشان يعني ما ننساش. اسك دي انت قلت لي اسكد مي تو ويت، على فكره كان ممكن نعملها رقم واحد، ذا سكرتيري اسكد مي تو ويت، تمام. ممكن نقول ذا سكرتيري سوري اسكد ذات، بس انا مش هقول اي، هخليها حد تاني كده، عمر ويت. وانت بتحل اوعى تقول لنفسك مش يا عم عمر ده مفرد فنقول ويتس، لا هقول لك لا برضو. طب يا سيدي مش اسكت فعل قولي ماضي فنخلي دي ويتد، هقول لك لا برضو. عايزك تعرف ان اسك وعندك ان سيست وعندك ري كم مند وعندك سجست وعندك كمان فايتال وعندك كمان امبورتنت امبورتنت واسنشال اللي معناها ضروري. الناس دي كلها لما نجيب بعدهم ذات هنجيب فاعل، والفعل في المصدر او فاعل وشد والفعل في المصدر حتى لو هما كانوا ماضي، والنعمة لو كان ماضي ماضي شديد المضيان هنعمل كده برضو. ادخل بعد كده على الجملة رقم 20، they had to overcome، overcome يتغلب على، قلنا بتساوي كلمة conquer لو هما كان لازم، وعكسها بقى surrender اللي معناها يستسلم او give up اللي معناها يستسلم. الكلام ده مطلوب منك، كان هما لازم يتغلبوا على الفورميدابل اوبستاكلز. كلمه اوبستاكل معناها عقبه، وفورميدابل دي معناها ماسيف عملاق يعني. كلمه اوبستاكل يعني عقبه بتساوي كلمه ايه؟ اما انت قلت لي عقبه يبقى هتساوي كلمه هندرنس. مين فاكر معايا في الوحده الاولانيه قابلنا كلمه هندر دي امتى؟ لما كنا بنقول بتساوي كلمه ايه؟ كلمه بلوك اللي كانت معناها يعيق. طيب فانت في الجمله بقى يا برنس انت بتقول لي ان هما كان لازم يتغلبوا على الفورميدابل اللي هو ماسيف يعني اوبستاكلز العقبات العملاقه او الضخمه اللي قابلتهم. كلمه اوبستاكل عقبه بتساوي كلمه هندرنس اللي معناها عقبه. اوبورتيونيتي فرصه، وتشينجز يعني تغييرات، وفاسيلتيز اللي هي التسهيلات او الامكانيات. بيقول لك they said something very not for I think they should apologize. استنى كده قبل ما تحل الجمله دي ارجع على السبوره وقول لي. بص يا عم كلمه apologize معناها يعتذر، ممكن نجيب بعدها فور وممكن نجيب بعدها تو عادي، بس تو الشخص وفور الشيء، عشان ممكن تقول لي اي ابولو جايزد نقط عمر نقط بريكنج هيز موبايل. طيب يا ترى هتقول لي ابولوجايز هنا عمر ده بيمثل ايه؟ بيمثل الشخص، مع الشخص هنقول تو، والكسر الموبايل ده هو الشيء يبقى هنقول فور. طيب ارجع تاني كده لجملتك وكمل معايا. بقول لك هم قالوا حاجه ايه لازم يعتذروا عليها؟ ريسبكتابل معناها محترم مؤدبه فمش هيعتذر على المؤدب. ادمايرابل معناها معجب به معجب بها يعني. تولرانت معناها متسامح اكيد شيء كرول قاسي، وعكس كرول كايند. ذيز نوت كيدز هاف بولد اوف اول ذا روز بادز، بقول لك ان العيال الاطفال دول اللي عملوا هؤلاء الاطفال الايه الاطفال الايه يعني دول معلش عذرا كان لازم او بداوا يبول يشدوا يعني الروز بادز اللي هو البراعم بتاعه الزهره. العيال اللي عماله تقطع في الورود دول اكيد عيال نوتي اشقياء. لونلي معناها وحيد، ماترد معناها سبب مشكله وهنقف معاها وقفه عشان احنا وقفناها في الوحده الاولى، والبيهيفد اللي هم سلوكهم كويس اللي هم عكس النوتي. العيال نوتي الثاني والبيهيفد ربنا هديه. طيب الوقفه اللي كانت هنا حضرتك كانت بخصوص ايه اصلا نسيت؟ كانت بخصوص كلمه ماتر. احنا قلنا ات دازنت it doesn't matter ان الموضوع لا يسبب مشكلة، او it is not a matter الموضوع لا ليس مشكلة. ركز انت عملت ايه؟ ان كلمة matter هنا معناها يشكل فعل فنفيناه verb to do، لكن matter ده نون فننفيه بالverb to be وانت اكيد فاهم. طيب ادخل بعد كده حضرتك على رقم 23، بقولك there has been a not increase يعني كان هناك زيادة ايه
in the number of women في عدد السيدات women students in recent years في عدد البنات اللي بيدخلوا مدارس يعني significant دي معناها ملحوظ ومعناها هام signal دي معناها إشارة ومعناها يعطي إشارة تحذيرية signified يعني جعل شيئا ما هاما suffering معاناة يبقى احنا خدنا significant اللي هو هام وما تنساش ان انت درست في المنهج increase in شيء يعني زيادة في شيء معين by نسبة على سبيل المثال اقول لك there is increase in death cases يعني في حالة الايه الوفيات by 20% بنسبة 20% بمناسبة percent و percentage ما تزهقش انا بحاول اجيب كل اللي في المنهج له علاقة باللي احنا بنقوله واللي بيجي على بالنا في الموضوع percentage دي نسبة مئوية بدون رقم لكن دي نسبة برقم يعني ايه بقول لك 30% يبقى هنقول 30% لكن the percentage of death يعني نسبة الموت is high عالية ما قلناش كام طيب ارجع كده تاني طيب he was left to not on the implications دي تطبيقات من كلمة imply of his decision طيب appendix اللي هو الفهرست يعني reflect يعني يعكس attend يعني يحضر محاضرة مثلا او يحضر اي شيء من ده ومؤتمر و attend معناها يرافق لما اقول لك مثلا my father is always attended by me ابويا دائما ما يرافق بواسطتي intend يعني ينوي ان طيب احنا كده اخترنا مين يا عم reflect how can I not to you that my story is true كيف لي اني اعمل ايه ان قصتي والله حقيقية collect يعني اجمع believe يعني يؤمن او يصدق demonstrate يعني يوضح او يشرح وعندك inspect معناه يفتش عند believe عايزك تعرف ان الفعل ده لا يأتي مستمرا طيب collect يعني يجمع وفي المعنى ده هتسوي كلمة raise اللي انت اكيد عارفها طيب رقم 26 they not words which are historical evidence يعني دليلا ايه يعني تاريخيا استنى يا عم الحاج مش historical ديت صفة وإيفيدنس دليل مش المفروض لما يكون عندي صفة واسم بنستخدم هنا هقول لك لا يا حبيبي ما انت عارف من المرة اللي فاتت احنا اتفقنا ان انت عندك كلمتين اتنين معناهم دليل الكلمة الاولانية كلمة evidence دي معناها دليل والاسم لا يعد لكن كلمة proof دليل والاسم يعد طيب علشان كده لما اقول لك we found يعني وجدنا a strong ايه يا ترى هتقول لي هنا a strong proof اللي معناها دليل ولا ايفيدنس اللي برضو معناها دليل لا حضرتك هنا من غير تفكير ما دام جبت لي يبقى هتقول بروف بالمناسبه الفعل منها هو بروف اللي معناها يثبت او يبرهن على طيب ارجع كمل بقى كده هم ايه words كلمات يعني اثبتت ان which are historical evidence دليل تاريخي of the lessons they learned على الدروس اللي تعلموها faced يعني واجهوا اتاكد يعني هاجموا attacked معناها جذبوا innovated يعني ابتكروا هم ابتكروا كلام يثبت لنا او هم يعني تكلمونا كلام يعني يثبت ان هم ناس دارسين تاريخ وتعلموا كثيرا في حياتهم the artist took his not from african art الفنان ده خد الايه من الفن الافريقي intention يعني نية inspiration الهام اكيد هي دي preparation اعدادات respiration من respiratory system اللي هو التنفس فالفنان ده خد الانسبيريشن الالهام من الفن الافريقي I was not by Nelson Mandela as he was a great man. نيلسون مانديلا كان رجل عظيم عشان كده I was inspired. Inspired معناها قل him to. يعني كده زي نظام تأثرت. ما تنساش ان inspire يعني يلهم. طب inspiring معناها ملهم. طب inspiration الهام. خد بالك انت بتقول ان inspiration يعني الهاما. طب inspired يعني ملهم يعني متأثر. طب inspiring دي معناها ملهم يعني مؤثر على الآخرين طيب لما أقول مثلا you are an يبقى هنقول an inspiration وعلى فكرة ممكن أقول لك an inspiring man يعني رجل ملهم وممكن أقول لك برضو you are inspiring أنت ملهم استنى كده وانا عايز اوصل لك ايه ان inspiration noun والنون بنجيب قبله و inspiring adjective والصفة ما نجيبش قبلها طب ما inspiring صفة جبت لي قبلها ما هو عشان انت عارف انك بتجيب وان وبعدين صفة واسم ما هتنسى الكلام ده طيب احنا خدنا inspired interested معناها مهتم و described معناها موصوف prescribed دي معناها موصوف كدواء منها prescription اللي هي روشتة
being a not actor كونه ممثلا ايه necessity of necessity means working nights and Sundays لان ده ممثل من الاخر مشهور فهو او محترف بيشتغل نايتس بالليل وسانديز ايام الحد. اشمعنى اختار ايام الحد؟ لان في اوروبا يوم الحد اجازه، لما تشتغل يوم الحد وتشتغل بالليل كمان يبقى انت كده راجل بروفيشنال معناها محترف. طبعا كروشيال دي كلمه مهمه ممكن تقابلها في الترجمه. كروشيال لو قلنا مثلا كروشيال بروبلم معناها مشكله عويصه، كريتيكال برضو معناها نقدي ومعناها عويص، لما قلنا كريتيكال سيتويشن معناها برضو محرج، موقف محرج. وات ميد هيم ايه وات ميد هيم ما الذي جعله ايه as a photographer was his skill in capturing the moment قدرته الكبيرة في انه يصور اللحظات الدقيقة جعلت منه ممثلا ايه يا ترى dimensional هو الابعاد، يعني لما اقول ثلاثي ثلاثي ابعاد والحاجات دي. remarkable معناها مميز، ordinary معناها عادي، ونورمال معناها عادي او طبيعي. فما جعله مصور مميز هو انه بيعرف يصور بشكل كبير. خد بالك انت هنا ممكن تستخدم made him remarkable، وكان ممكن نقول cause him to be وتجيب المصدر دي بالظبط زي بتساوي كلمة made him ونجيب بعدها يا عم الحاج المصدر. طيب ارجع كده على الجملة اللي بعدها رقم 31 بيقول لك there is a lack. lack يعني نقص. ما تنساش احنا حكينا قصة مرة على موضوع lack دي، انا بكتب بشكل مهمل عشان لو حبينا ننظم مش هنخلص السنة دي وحضرتك هتقفل الفيديو في وشي تكسر لي مناخيري، فعايزك تركز معايا. shortage دي معناها نقص وهي noun بس. طب لاك بتستخدم كنون بمعنى نقص وتستخدم كفير بمعنى ينقصه. لما اقول لك يور ايساي لاكس سيكونس المقال اللي انت كاتبه ده بينقصه تتابع الاحداث، انت كاتب يا ابني معجنه مفيش كلمتين لهم علاقه ببعض. المهم there is lack of not in the government's ability to manage the economy بقول لك كان في نقص في الاي عند الحكومه او عند قدره الحكومه انها تدير الاقتصاد. confidence اللي هو الثقه، coincidence اللي هي مصادفة. لما اقول it happened by coincidence الموضوع حصل بالمصادفة. preference تفضيل، واتندنس اللي هو الحضور بيقول لك ان في نقص في ثقتنا في حكومتنا انها تدير الازمة الاقتصادية. my friend is not he never breaks a promise بالمناسبة قبل ما نحل break a promise يعني يخلف وعده، لكن عكسها keep promises معناها يحفظ او يحافظ على الوعد. بيقول لك صديقي بيكون ايه عمره ما بيخلف وعده، يبقى الراجل ده honest يعني امين. طب يا عم الحاج هو اونست تاخد اول لان؟ لا مش محتاجه دماغ اصلا، ما هي اونست بادئه بحرف الاتش فتاخد ا. هقول لك لا بتاخد ان لانك ما نطقتش الاتش يا فالح. زي كلمه اور اللي معناها ساعه ما بنقولش ا اور بنقول ان اور. زي يونيفرسيتي بادئه بحرف اليو بس احنا بنقول ا يونيفرسيتي. ليه بقى يا سيدي؟ عشان انت نطقت دي على انها واي، لكن اندر جراوند اللي هو المترو بنقول ان اندر جراوند لانك انت نطقت الحرف ده الحرف اليو اللي صوته اه. عايز اقول لك على حاجه لعبه صغيره كده، لو انت نطقت الكلمه بقرف خد معاها ان، لو انت عامل لي فيها رومانسي وانت بتنطقها خد معاها اه. فانت هنا قلت لي يونيفرسيتي، شوف رومانسيه ازاي خدنا اه، لكن اندر جراوند خدنا ان. طب الكلمه دي جرب كده لوحدك اسمها ايه؟ اسمها امبريلا. هتحس انك هترجع عينه كده ففيها قرف فتاخد ان. ارجع كده تاني زي برضو كلمة يوروبيان بدأ بالإي بس ناخد معها آ يوروبيان. طيب تراستي ده اللي هو الوصي. It is irresponsible من غير المسؤولية يعني التهور. To drive carelessly إنك تمشي بسرعة بالعربية. In towns and cities private يعني خاص، ملاكي يعني especially معناها خصوصا، particular معناها معين. على فكرة لو قلناها particular اللي كانت كالت هنا own يعني يمتلك، فإحنا قلنا بقى إنك ما تمشيش بالعربية بشكل سريع خصوصا أو خاصة في الأماكن المزدحمة. روبرتس ريبورتس سوري التقارير showed the vast vast اللي هو العملاق يعني of a crime by children was carried out by truant. بس استنى معايا كده، كلمة carry out معناها ينفذ. بقول لك ان التقارير بتبين ان الايه الكبير من الجرائم اكيد الاغلبية اللي هي majority. قلنا majority معناها اغلبية ومعناها سن النضج ما تنسهاش. motion اللي هو الحركة. vulgarity اللي هو الغموض. وماينر يعني صغير. The freedom to wear trousers حرية ارتداء البنطال أصبحت a not of women's liberation حرية النساء يعني أصبحت رمز حرية النساء، في المرأة المتحررة ترتدي بنطالا. He thought of all the available هو فكر في كل الإيه المتاحة to solve the problem لكي يحل المشكلة. أكيد alternatives اللي هي بدائل، كلمة alternative معناها بديل بتساوي كلمة replacement اللي معناها بديل برضو. alert معناها منتبه. alarm معناها منبهات. وأورال اللي هو الكلام الشفوي.
زي كلمة فيربال كده بالظبط، اللي هو معناها شفوي. القصص القديمة كانت بتجيلنا ازاي؟ عن اورالي او فيربالي. ذا ميوزيوم هاز سبيشال فاسيلتيز، المتحف ده فيه بعض التسهيلات الخاصة فور نوت بيبول، للناس الديسيبلد، الناس المعاقين. هنا لا يفوتني في هذا المقام اني اذكرك يا عم الحاج ان عندك كلمة معاق، كلمة ديسيبلد، دي ديسيبلد دي ادجكتيف، صفة بمعنى معاق. طب لو انت قلت لي ذا ديسيبلد كده حضرتك بقت اسم، خد بالك من دي، واسم جمع. بتساوي بقى في الحتة دي كده بتساوي ديسيبلد، ديسيبلد بيبول اللي هم الناس المعاقين، ودي برضو اسم جمع. بس خد بالك ما بتساويش ابدا ذا disabled people كده. لو انت قلت disabled people يبقى كده غلط غلط غلط. غني يعني ايه يا عم؟ ريتش. طب الاغنياء اسمهم ذا ريتش، او انك تقول ريتش بيبول. طب لو انت قلت لي ذا ريتش بيبول، اذا انت تهبد بعنف وثقة، وهذا جرم كبير لا ينبغي لك ان تفعله. طيب exams are designed to، الامتحانات تم تصميمها لتقيم البرفورمانس، اداء الطلاب، و دايابتس اللي هو السكر، مرض السكر يعني، ابيلتيز قدراتهم، فرويد اللي هو التزوير، وماينوريتي اللي هي الاقليات. فالامتحانات يا ابني الناس معموله عشان تقيس قدرات الطلاب وادائهم. They find the company's attitude perplexing، هم وجدوا ان الاتجاه بتاع الشركه دي مربك شويه، وايه كمان، ولوجيكال منطقي، بليفبل يصدق، ولا بورتابل محمول، ولا unreasonable، unreasonable يعني غير مبرر. البربلكسد دي زي البربلكسنج زي كونفيوزنج. ذا انجرد او ذا انجري، الاصابه التي وجدت، فاوند زي وير سبجكتد تو، بيقول لك ان الاصابه ذا انكويري، مش راكبه على بعضيها، انكويري اللي هو الاستقصاء يعني، او الاسئله او البحث، اكتشف ان الـ ان الـ زي وير ان هم كانوا سبجكتد تو، معناها معرضين لي ايه، لمعامله ايه، they were badly treated، تم معاملتهم بشكل قاسي. comprehensive معناها شامل، بتساوي مين يا عم اللي انت خدتها في الوحده ال 12؟ لو شاطر قول قبل ما انا اقول. ها universal بتساويها. just معناها فقط. unfair يعني غير عادل، و objective معناها موضوعي، عكسها biased اللي معناها منحاز او prejudiced. المهم بقول لك ان الدراسه اثبتت ان الناس دول تعاملوا معامله unfair يعني غير عادله. ادخل لي على رقم 41، بيقول لك كراتيه از جابانيز سبورت، الكراتيه ده رياضه يابانيه، ان ويتش يو ماست ديفيت، فيها لابد انك تفيت يعني تهزم. اول ما بتشوفها بتشوف كلمه ديفند، سوري، بتشوف كلمه بيت على طول اللي معناها يهزم. ديفيت ا بيرسون يوزنج هيتس، انك تضرب وتخبط برجلك، اند ثروز والالقاء على الارض. ثوتس دي الافكار او المعتقدات، سبرينج الربيع، لكن سبرينجز معناها ينابيع الماء، ودرو يعني يرسم ويسحب فلوس. My brother graduated last year as، يعني اخويا تخرج السنه الماضيه كايه؟ طيب كيمستري اللي هي الكيمياء، وفارماسيتوكال ديت معناها كيميائي، مجال الكيمياء يعني، وفارماسي صيدليه، وفارماسيست يعني صيدلي العمل، وظيفه يعني، دكتور صيدلي. طيب هنا قبل ما نعدي من دي، اوعى تعدي، اوعى تنسى ان عندك كلمه graduate زي ما اتفقنا، graduate from يتخرج من، بنجيب بعدها الجامعه، graduate in المجال، و graduate in السنة برضو، و graduate as الوظيفة، و graduate with a degree in المجال برضو. تيجي نلعب لعبة كده ونضرب على كل واحدة، من مثال في الخلاط سريع. أول واحدة graduate from Cairo University من جامعة القاهرة، in medicine في كلية الطب، in 2003 في سنة 2003، as a doctor يعني كطبيب، graduated with a degree in medicine في درجة علمية في مجال الطب. لاحظ ان graduate يتخرج verb، لكن في منها noun اللي هو be a graduate of، ونجيب بعدها الجامعة. خد بالك انت قلت لي a graduate of يعني خريج جامعة كذا. طب ما ترجع كده تشوف الراجل بيحكي عن ايه، ما تسرحش بينا بعيد. 43 بيقول لك not is a disease، هو مرض، that prevents the brain، بيمنع المخ from functioning، من ان هو يتخذ وظائفه بشكل طبيعي، اكيد ما دام فيها مخ يبقى الزهايمر يا عم الحاج. طيب ديرماتيتس دي اللي هو التهاب الجلد، وهيباتيتس اللي هو التهاب الكبدي، ودايابيتس اللي هو مرض السكر. سمول سوبر ماركتس، هو يا مستر احفظ الامراض، لما تحفظهاش بس اعرفها ان هي امراض بس.
small supermarkets المحلات الصغيرة have to cut prices بتخفض الأسعار عشان تعمل إيه مع المحلات الكبيرة؟ أكيد to compete يعني يتنافس، ومنها competition معناها المنافسة، ومنها competitor معناها منافس، ومنها competitive تنافسي. contain يعني يحتوي على شيء بداخله، وcontain معناها برضو يحتوي الموقف. confess يعترف به، اللي عكسها deny يعني ينكر، وconclude يعني يختتم، وبنستخدمها لما نيجي نعمل خاتمة بنقول to conclude يعني ختاما، او in conclusion اللي معناها ختاما. وعندك مصطلح انت خدته come to a conclusion that اللي هو يستنتج. she is a graduate، ارجع كده بس ثانية واحدة بس عشان افكرك ان هي اسمها a graduate of. a graduate of لو هتختار from يبقى عيب عليك، يبقى graduate of. طيب احمد recommended me to enroll on the new a، احمد وصاني ان انا ادخل في الكورس الجديد، لكن دي curse اللي هي النقمة او اللعنة، عايز تركز في الكلام ده عشان الكلام ده مهم. وكلمة crazy اللي هو الجنون نفسه، لكن crazy ده مجنون. care يعتني بي او يهتم بي، care for. she tried in vain، حاولت عبثا to point a to him، to him the unfairness of his actions، حاولت عبثا انها يعني تبين له عدم العدل اللي هو بيعمله. point out، out اللي معناها يشير لي او يوضح. my desire رغبتي for the for a desirable house will not true، رغبتي في منزل يعني منزل احلام will come true يعني تتحقق قريبا. the not is open to both amateurs اللي هم الهواة and professionals والمحترفين. ايه اللي مفتوح للهواة والمحترفين؟ tournament يعني دوري، compete يعني ينافس the verb، competitive adjective معناها تنافسي، و competitor ده النون اللي معناها المنافس. ايه اللي مفتوح للناس كلهم عايز يدخل؟ يدخل اكيد التورنمنت. وعلى فكرة كان ممكن استخدم competition المنافسة. في 50 يا عم الحاج the actor is photographed تم تصويره in a smoking a cigarette وهو بيشرب سيجارة. proverb ده اللي هو المثل، زي لما نقول مثلا when pigs fly في المشمش. بايرت القرص اللي معناها يقرصن كفير كفيرب، ولو جبنا قبلها ايه يبقى القرصان نفسه. بروفايل معناها وضع، ومعناها وضع ومكانه يعني، ومعناها صوره، ومعناها ملف شخصي. وبرولونج كلمه لونج طويل، برولونج يعني يطول او يمدد. المهم خدنا بروفايل والجمله على بعضها، الممثل اتصور صوره، بروفايل صوره يعني وهو بيشرب سيجاره. وات از ذا نوت فور كونفرتينج باوندز انتو كيلو، ما هي الفورميولا المعادله اللي بتستخدم في تحويل الجنيهات الى معرف الى الباوند الى كيلو يعني. فير يعني عادل، ومعناها معرض، لما نقول بوك فير يعني معرض الكتاب. بي فير يعني يكون عادلا، وفي مصطلح كنا خدناه قبل كده اللي هو فير بلاي اللعب السليم. فورم المنتدى، وفيرم يعني صارم عكس ستيدي كمان. لا بتساوي ستيدي اللي معناها ثابت برضو. I am sure our strong team will be able to knock the opposing team، انا متاكد ان فريقنا سوف يهزم الفريق المعارض اللي هي ديفيت. وعلى فكرة ينفع برضو بيت. طيب على فكرة ممكن تقول I'm sure our strong team will not lose to يعني يخسر امام. I find، وممكن نقول win the match بس ما ينفعش جين هنا خالص. I find you're not towards the case really terrifying، ان اجد ان الايه بتاعك تجاه هذه القضية شيء مرعب ومفزع. اكيد attitude اللي معناها الرأي او الاتجاه او الميل. altitude الارتفاع، gratitude الامتنان، وابتي الشهية، ودي كلمة فرنساوي انت اخدتها برضو في الفرنساوي اكيد. طيب يقولك it is magnificent يعني رائع. proportions its مش it is its نسبها الرائعة. make this palace هذا القصر ايه among the buildings for the world يعني شكله كده منظره يعني. لا ده proportions من property الملكيات، ممتلكات القصر الرائعة ده تجعله ايه بين المباني الاخرى. يونيك معناها فريد، طبعا شرينك يعني ينكمش او يعني يقل يعني. القصر القصر ده فريد بفضل منظره الرائع او ممتلكاته الرائعة. he named his newly born ايه newly يعني حديث عهد بي، فنقول newly born حديث عهد بميلاد يعني لسه مولود حديثا. newly built يعني مولود مبني حديثا. ونيولي ميد مصنوع حديثا. فهي نيمد هيز نيولي بورن سون افتر يعني سمى الولد على اسم ابوه على اسم جده، يبقى نيم افتر. اي داونلود نوت اوف راديو شوز، انا بنزل الايه بتاعه الراديو شوز، يبقى اكيد دي بودكاست اللي هي النشرات الصوتيه. طيب بقول لك 57 شو ذات فار مور بيبل ار ايبل تو رايد ا بايسيكل،
than can drive a car. ايه اللي بيثبت لك ان الناس ممكن يمشوا بالعجل اكتر ما يمشوا بالعربيه؟ اكيد الاحصائيات اللي اسمها statistics، اللي ممكن نعمل مكانها هنا كلمه figures اللي معناها الاحصائيات. وخد بالك موضوع البايسيكلز دي، عشان احنا خدنا كلمه في الوحده الاولى عليها اللي هو السايكل لين، الممر بتاع العجله. تونيزيا achieved independence، تونس حققت الاستقلال من فرنسا. ايه رول ان 1956؟ بيقول لك ان فرنسا حققت الاستقلال من الكولونيال رول، الحكم الاستعماري. طبعا ديتال رقمي ومانيوال يدوي وتكنيكال فني. according to اللي وفقا لي government، وفقا للايه الحكوميه، 3.6 مليون طفل are living in poverty، بيعيشون في فقر. اكيد الاحصائيات اللي هي figures، وعلى فكره هنا statistics اختها. smile and chat to your baby، ابتسم كده ودردش مع ابنك. make eye contact، اعمل تواصل بالعين. and hold hands، وامسك ايده. women centered psychologists، اللي هم العلماء المتمركزين حول دراسه المراه. criticize، بينتقدوا التحيز الايه of traditional psychological method، بينتقدوا التحيز الايه بسبب الطريقه النفسيه التقليديه عند الناس. اكيد جندر، ما هو انت بتقول النساء والرجال يبقى ده جندر. ولما اقول لك المؤلف بيعتقد ان الولاد اشطر من البنات في القراءه، يبقى كده ده تحيز عن طريق الجندر الجنس. بيقول لك the recent ايه of weather، الايه الحالي الطقس. deviates from the norm، norm اللي هو العرف يعني. for this time of the year، بيقول لك ان pattern معناها patterns اللي هي الانماط، هذا النمط من الغلاف الجوي او من الجو سوري، هذا النمط من الطقس مشتق من الفتره دي لانها طبيعي تبقى برد مثلا. زي plan to recreate، هم بيخططوا ان هم ينشئوا a not English village in Japan، هم بيخططوا ان هم ينشئوا قرية انجليزية نموذجية في اليابان. على فكرة كلمة typical عكسها exceptional اللي هو استثنائي. زي players اللاعبين ايه to rub down، rub down يعني يدلك جسم الانسان يعني. between games، اكيد اللاعبين بيتوقفوا لفترة عشان يدلكوا اجسامهم ويكملوا بعد كده. طبعا pissed يعني سكران، وpleased معناها مسرور، وصوص اللي هو الصوص يعني، وصوصد معناها برضو مخمور. putting up green plants is in the house will not air inside. put اللي هي علبة. putting up معناها زراعة الحياة الخضراء في علب داخل المنزل، سوف يعمل ايه في كمية الهواء في الداخل؟ اكيد will purify، مش الكمية ده، هو هينقي الهواء. satisfy يرضي، وsignify يعني خلي شيء ذات قيمة او اهمية، وclassify يصنف. he is always busy not about what might happen next، هو دايما مشغول بسبيكيوليتنج. سبيكيوليت معناها يتنبأ بي او يفسر بما سيحدث في المستقبل. the rich send their children to private schools، الناس الاغنياء بيبعتوا عيالهم مدارس خاصة غالية. and middle classes move to the، والناس العاديين بينتقلوا الى suburbs اللي هي الاحياء، واللي ده سهل برضو. she is a top international athlete، هي لعبة رياضية عالمية. and an olympic ايه، وكمان ايه اولمبية اكيد بطل اللي هي اسمها champion. امال الشامبيون شيب البطولة. my brother works for the finance ايه، معلش هنرجع على كلمة على الجملة دي، عشان كلمة شاملون مش بعيد انها دي لك في الترجمة، مش بعيد كلمة زي كلمة شاملون اللي هي الحرباء، عشان بيجي لك قطع علمية في الترجمة. وشامبانج اللي هو الشمبانزي يعني. my brother works for the finance ايه، اخويا بيشتغل في الايه المالي، اكيد قسم المالي يا عم الحاج، يبقى الفاينانس ديبارتمنت. equipment يعني معدة، وانفيرومنت البيئة، وجفرنمنت الحكومة الغالية. هير appointment، appointment دي لها معنيين، معناها تعيين شخص في وظيفة ومعناها موعد. الappointment يعني يبقى كده تعيينها اعلن. at the lunch held in her not at the university، في الغداء الذي عقد على شرفها. لا دي دونر مش اونر، انا عايز اونر يا عم الحاج، مش هي دي شرف اللي هو اونر رقم سي. طيب مال تيرور اللي هو الرعب، وهورور زيها طبعا، دي الارهاب او الرعب ودي الرعب. designs and manufacturers، التصميمات والتصنيعات. designs and manufacturers، turbine engine، test cells and wind. designs and manufacturers، turbine engine، test cells and wind. الجملة دي معناها غريب الاطوار يعني عموما، بس فنر الجنازة وطن اللي هو الطن يعني،
وفانل دي المدخنه، لكن تانل النفق، وفي حاجه اسمها ويند تانل اللي هو نفق الرياح. بس هو عايز يقول تقريبا يعني على ما اظن ان تصمم وتصنع خلايا التربينات لاختبار الخلايا وانفاق الرياح. بس معنى الجمله كده مش راكب على بعضه. The company عموما ايه ان كاستمايزد كمبيوتر سيستم، بيقول لك ان الشركه ديت تتخصص فيه، سبيشاليز تتخصص فيه انظمه الكمبيوتر المعينه او المحدده. ارينج يرتب واورجنايز ينظم، وستيرلايز يعني يعقم. It is generally accepted that من المقبول عموما ان الناس ار ايه باي سكسس، من الناس ان الناس ايه بالنجاح موتيفيتد، ان الانسان بيتحفز بالنجاح، الانسان الناجح محفز، موضوع خلصان صباح الخير. 74 The poor economic situation الموقف او الوضع الاقتصادي المؤسي يعني او الفقير السيء. has held not investment held back investment يعني دفعه للوراء اخره. traditional social ايه كوندن بقول لك ان كمل الجمله الاول discrimination against disabled people. بقول لك traditional social اكيد social norms اللي هي التقاليد الاجتماعيه التقليديه او الاعراف الاجتماعيه التقليديه بترفض التمييز بين الناس وبعضهم البعض. تمام. زي طبعا كلمه نيرد معناها هو مهووس ونيرفس للاعصاب وكوارد للجبناء. زي ديفايد زير بيرنتس اند جوت ميريد، تحدوا اهاليهم وتجوزوا. عكس كلمه تحدى يستسلم. تعال نشوف كومبيت يعني يكافح، وفوت يعني قاتل او كافح، وتشالنج التحدى يبقى سبميتد. اللي هتساوي مين هنا؟ هتساوي كلمه سرندر. There is prejudice against workers over 45. بقول لك ان كلمه prejudice هنا بتساوي prejudice اللي هو التحيز، انك منحاز لحد، يبقى بتساوي كلمه favoritism ونيبوتيزم وimpartiality fairness دي عكسهم، ونيوتراليتي عكسهم، واوبجكتيفيتي عكسهم برضو، encouragement التشجيع. عكس كلمه determination. determination يعني الاصرار، واحد مصر تاني hesitation اللي هو التردد، insistence الاصرار دي بتساويها، ودي بتساويها، ودي بتساويها، هما التلاتة بنعهم إصرار. Investors ranked South Korea high among Asian nations. Rank يعني يصنف، معناها يصنف يعني classify زي ما قلنا، ورانك وكاتيجورايز. 80 She was cross كانت غاضبة. بقول لك كلمة cross اللي معناها غاضب بتساوي irritable وبتساوي upset وممكن grumpy. Some women fight stereotype بعد النساء يحاربن النمطية. كلمة stereotype اللي هي النمطية بتساوي كلمة مودرنيتي، المودرنيتي اللي هي الحداثه، فيفورتيزم اللي هو الانحياز، فيرنس العداله، وتراديشن التقليد، ما هو التقليدي يعني نمطي. على الاقل شي واز ايبل تو اوفركم تغلب على مرضها. اوفركم يتغلب على هتساوي جيت اوفر وهتساوي كونكر، لكن سبميت يعني يستسلم، ديتيريوريت يعني يدهور او يبهدل يعني يخرب، وفابريكيت يعني فابريك. احنا يعني كده خلصنا، خلصنا والله. في ملحوظة أنا عدت عليها مش عارف أنا ما قلتهاش، بس ضميري عمال يأنبني هجيبها. ايكونوميك الفرق بين كلمة ايكونوميك وبين كلمة ايكونوميكال. بص يا عم الحاج، ايكونوميكال دي معناها اقتصادي، ودي برضو معناها اقتصادي. عارفك هتقول يا فرحتي، لا ما تلطمش استنى. ايكونوميكال اقتصادي بمعنى موفر. فأنت بتسمع إن إحنا بنقول مثلا وي آر ميكينج، إحنا بنصنع ان ايكو نو ميكال كار، بنصنع سيارة اقتصادية موفرة للبيئة، لكن دي اقتصادي معناه له علاقة باقتصاديات البلاد، فأقول لك ايكونوميك بروبلم معناها مشكلة اقتصادية، وهكذا. احنا خلصنا ده. الفيديو ده لو انت مشترك معايا في المحتوى الخاص فانت اتفاجئت ان انا نشرته على اليوتيوب، بس خد بالك انا نشر على اليوتيوب على سبيل، استنى ما اكتبها لك كده، اعلان. لو حضرتك بتسمعني على اليوتيوب وانت مش مشترك معانا، الحق انقذ نفسك واشترك معانا. احنا حلينا كتاب المعاصر كاملا الترمين، حلينا كتاب المعاصر الترمين، حلينا كتاب A1 براكتس الترم الاول لانه نزل الترم الاول بس، وحلينا كتاب A1 تريجر الترم الثاني. طب يا مستر ليه ما حلتش A1 تريجر الترم الاول والثاني؟ اصل A1 براكتس و A1 تريجر هو نفس الكلام على فكره، يعني الموجود هنا موجود هنا في الترم الاولاني، فعشان كده ما حبيناش نعمل تكرار ونكرر نفسنا. وحلينا كمان طبعا، اخدنا كل المهارات اللي انت نفسك فيها واللي تتخيلها خدناها وموجوده، كل الكلام ده مسجل في فيديوهات. وحاليا شغالين في كتاب ماي نيو فريند اللي انت شغال معايا منه ده، او اللي انت سمعت الفيديو ده منه. لو حضرتك حابب تنضم لينا في ركابنا وتمشي معانا، احنا مش معايا عاملين جدول، ممكن تبعت لي رساله ابعت لك جدول على رقمي 010 20
7878399 مستر هيثم كمال. لو حابب تنضم لينا تواصل معانا على الرقم ده عشان ادي لك كل التفاصيل، الاشتراك كام والكتب اللي بنحلها، ولو انت محتاج الكتب دي فالكتب دي حاليا موجوده معانا باسعار مخفضه جدا، لان احنا خلصنا الترم واشتغلنا في الفاينل ريفيجن. في كتاب تاني هنحله اكيد، في كتب تانية هنحلها من بينهم غالبا A1 وممكن المعاصر معانا كمان، يبقى كده هنحل في 3 كتب فاينل ريفيجن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.